صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لمعاملة الأزواج لزوجاتهم معاملة حسنة، فأكثرهم يعاملون أزواجهم على أنها خادمة، فما هي أهمية المرأة في مجتمع الإسلام؟ نعم، المرأة عليها أن تخدم الرجل في حدود المعروف، تخدمه في حدود المعروف، وعليه ألا يشق عليها في شيء لا تستطيعه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكل من الزوجين يتعامل مع الآخر بالمعروف، ثم تصلح بعد ذلك العشرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على